الأطفال والصبيان هربوا. عمر يجد ولدا في الخامسة من عمره يعني ملتصقا بالأرض طوله يعني 5 سنوات، وعمر كان إذا سار بجوار من يركب الفرس رأس عمر برأس راكب الفرس، يعني مثلا فوق 190 سنتيمتر على الأقل. فنزل عمر على ركبتيه وربت على كتف الولد وقال له: يا بني لم لم تهرب مع إخوانك؟ سؤال طبيعي جدا من أمير المؤمنين المربي الفاضل تلميذ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الولد الذي ربته أسماء، لا على الزعيق ولا على صوت ارتفاع الصوت في الصغير والكبير، حتى مل أبناؤنا من ارتفاع أصواتنا. الولد يقول له: خليها تزعق شوية، عندها كبت من ناحية أبويا فبتطلع المبعوث فينا، احنا احنا الضعاف، احنا الحائط المائل. هكذا يقول الولد لأخيه والأخته. المهم قال عبد الله بن الزبير: يا أمير المؤمنين، لست مذنبا أو جانيا حتى أخاف منك. يعني أنت رجل تطبق الحدود وتعمل يعني مساحة التعزير التي أعطاها الله لك كوالي وحاكم ورئيس دولة. أنا لست جانيا حتى أخاف منك، وليست الطريق ضيقة حتى أوسعها لك. طريق واسع يعني تسير فيه جمال ودواب وأنعام وناس وبشر، وسبحان الله وليست الطريق. فتبسم عمر لشجاعة الولد وقال: ما اسمك يا بني؟ قال: أنا عبد الله بن الزبير. قال ابن العوام: قال سبحان الله، ذرية بعضها من بعض. لماذا ذرية بعضها من بعض؟ من سنوات كانت أمه أسماء من قبل 25 سنة، كان عندها 10 سنوات، أسماء نفسها أم، طرق بابها أبو جهل: أين أبوك؟ يسأل عن أبي بكر، لأنه كان أبو جهل رئيس الفرقة المكلفة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. فلما استشاط غضبا ذهب إلى بيت الصديق يظن أن الرسول مختبئ عنده. فلما فتحت قال: أين أبوك؟ قالت: خرج. فخرج فلطمها على وجهها أدنى الدم من أنفها. هذا أبو جهل كان الكبار يخافون منه، العرب كانت تخاف منه، صناديق قريش كانت تخاف منه. أسماء تقول له: أنت، عندما علمت أن لم تعلم أن أباها هاجر، تقول له: لقد خرج. قال: لقد لحق بصاحبه محمد فلطمها. فأدركت القضية وقالت: عندما لم تقدر على الرجال تضرب النساء؟ إيه الغيرة والنشامة العرب أصحاب، سبحان الله، عندما لم تقدر على الرجال يعتبرت نفسها من حزمة النساء رغم أنها صغيرة. أنا تربت بهذا. بعد 100 عام من لطم أبي جهل لوجه أسماء، بعد 100 عام، كان عندها 110 سنة، كف بصرها، والحجاج أخذ ابنها وصلبه وعلقه على أحد أبواب الكعبة، كانت كفيفة. فمرت به لما عبد الله دخل عليها ساعة الحصار، قال: يا أماه، تفرق الناس من حولي وصحبي ولم يبق معي إلا قلة، وأنا أخشى أن قتلت، إن قتلت تحزنين فأكون عاقا لك. قالت: يا بني، على الحق أنت أم على الباطل؟ قال: يا أماه، أنا على الحق. إنسان أبوه الزبير بن العوام أحد 10 المبشرين بالجنة، حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وجدته صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء، وجده أبو بكر الصديق. بالله عليك، هذا يعني عشان أولادنا يفهم الكوكتيل العجيب هذا النقي، أو الخليط النقي هذا، ماذا يخرج؟ فأسماء تقول لولدها: طالما على الحق يا ولدي، إن الشاة لا يضيرها صرفها بعد ذبحها، توكل على الله. ثم قالت: اقترب حتى ألتزمك، أحتضنك، يعني ربما يكون هذا آخر لقاء لي معك في الدنيا. فلما التزمته رأت شيئا جامدا بينه وبينها، شيء زين. ما هذا يا ولدي؟ قال: هذا زرد الحديد يا أماه، يعني عامل واقي لضربات وطعنات السيوف والرماح والقائد.
قالت له: يا بني انزع هذا عنك، ما هذا لباس من يريد الاستشهاد في سبيل الله، يكون اخف لوثبتك، يعني هذا يخفف عنك الوزن فتستطيع ان تثب على عدوك وتستطيع ان تقتله وتدافع عن نفسك. سبحان الله. والبس يا بني سراويل طويلة، فربما ان رزقت الشهادة لا تنكشف عورتك امام احد. كل اللي هم اسماء ان يقاتل بخفة، وان الشال يضيرها سرخها بعد ذبحها. امهاتنا وامهات الحاليين عودوا الاطفال ان يسيروا مش بجوار الجدار، داخل الجدار. يا بني لم تصلح الكون، ربي اولادك، اسكت، لا تتكلم، اخرس، عمك جالس، خالك قاعد، كذا كذا. سبحان الله العظيم، يعني لا اله الا الله بهذا المنطق، لا حول ولا قوه الا بالله. لكن الاسماء تقول: يا ربي احتسبك عنده لطول لبره بي وطول صومه بالنهار وقيامه بالليل. فلما علمت ان الحجاج صلب ولدها قال: اما ان لهذا الراكب ان ينزل؟ قال الحجاج لها: اخسئي يا امرأة، لقد كبرت في السن وبدات في ان تصبحين خرفة، يعني بدات تخرف. قال: والله، قالت: والله ما خرف احد الا انت والذي ولاك اميرا على الناس. سبحان الله. اسماء التي تقف امام ابي جهل صغيرة وتقف امام الحجاج طاعنة في السن هي ام هذا الذي لم يعرف الخوف الى قلبه سبيلا، عبد الله بن الزبير. سبحان الله العظيم. ذلك لما الله يرضى عن عمر لما ارسل المغيبه، المغيبه اللي هي غاب زوجها وعكسها مشهد في اللغه، نعم، لزوجها موجود، نعم. شاهده، شاهد من وجود، شاهد. مش كده صح ولا ايه؟ صحيح. تمام. فهي حامل في الشهر السابع، فارتبكت المراه، قالت: ماذا يريد عمر مني؟ ظنت انها ربما اخطات، عملت شيء وزوجها مش موجود، فارتبكت. ودع عمر، يعني هذا عمر. ففي الطريق حدث لها طلق، وضعت الجنين، نزل مات في الطريق، حصل لها طلق، اجتمع عليها الناس، جابوا النساء. سبحان الله. فلما نزل الجنين ميتا فجمع عمر الصحابة، قال: علي شيء من ديته؟ يعني أنا. قال: يا أمير المؤمنين، الله، ما ذنبك أنت؟ امرأة خافت فأشهدت ما في بطنها. قال يا أبا الحسن، ماذا تقول لسيدنا علي بن أبي طالب؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك، عليك غرة، غرة اللي هي عشر الدية، يعني عشر جمال، عشرة من الإبل، لأنك أخفتها فنزل ما في بطنها، وانت قد رزقت هيبه يا امير المؤمنين. سبحان الله. فاعتبر قتل خطا، علي يعتبر هذا قتل الله خطأ. اكبر. لان انت لما تخوف انسان في الفقه، لما تخيف انسان مثلا ايه، ممكن تروح تعمله انا هرم عليك الثعبان هذا، وترق عليه الثعبان فوقع كسرت رجله، تضمن انت لو مات انت قاتل. الله اكبر. الله اكبر. لاني روعته لانك روعته. والفقهاء افاضوا في القضيه وقالوا: لو جابوا واحد وضعوه جنب كلب عقور، او حبسوه في مكان معه اسد نهيب وحدث له، طبعا بلا شك، لان الاسد ده هياكل الكلب العقور، هيلتهم وهكذا. جبل بن الايهم امير نصراني من الغساسنه، هداه الله الى الاسلام، وجاء ليحج ايام عمر رضي الله عنه، ومعه 500 فارس من حاشيته وحراسته، يلبسون ملابس الإحرام، لكن ليست ملابس كما نلبس نحن، مطرزة بالذهب والفضة، يعني أمير ابن أمير ومن سلالة أمراء، يعتمد الغساسنة على الرومان وعلى دولة الروم، يعني سبحان الله. فبينهما يطوف بالكعبة أعرابي، يعني بسيط من قبيلة الأزد، داس على رداء الأمير الغساني فانحل الإزار. ما كان من الأمير الغساني وكان
قوية البنية إلا أن لطم الأعرابي على وجهه فهشم أنفه. هذا في دولة عمر، وعمر لو أن ابنه عبد الله الذي كان يمر مرة في يعني نواحي المدينة فرأى إبلا مربربة يعني ظهر عليها أثار النعمة، قال إبل من هذه؟ قال هذه لعبد الله بن عمر. قال ولدي، ولدي يتاجر وأنا أمير المؤمنين، ردوها لبيت المال. عبد الله بن عمر حصل له ذعر، يعني هذا من حر ماله، يا أبتي والله إنها من حر ماله، يعني أنا رجل يعني رجل أعمال ناصح في التجارة ذكي عبقري، يعني لم أخذ مالا ولم أقتصب. قال لا يا عبد الله يا ابن عمر، سوف يقول الناس دعوها ترعى فإنها إبل ابن أمير المؤمنين، دعوها تشرب فإنها إبل ابن أمير المؤمنين، ردوها لبيت المال، لا أريد أن أدخل النار فيكم يا آل الخطاب. قضية واحدة يعني لا نقاش عند عمر، لأن لا يريد حكم الجاهلية ولا يريد ظن الجاهلية ولا يريد حمية الجاهلية، لكن هذا الأمير النصراني جبل بن الأيهم ما زالت فيه جاهلية، هشم أنف الأعرابي. فذهب الأعرابي إلى عمر، يا أمير المؤمنين هذا الأمير ضربني على وجهي عندما دست على ردائي دون أن أدري وهو يطوف، فحل إزاره فك إزاره، فما كان منه إلا أن صنعني وآثار الدماء على وجه الرجل. أرسل عمر إلى جبله، قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هل أنت لطمت وجه هذا الأعرابي؟ قال لقد، قال أنا أسألك سؤال، سؤال واحد، أنت عندما تسأل أي إنسان، اسأل زوجتك سؤال أو ابنك أو قريب لك، الإجابة يتحتمل يا نعم يا لا، إذا أجاب إجابة ثالثة أعلم أنه كذاب ابن كذاب فورا. أول ما تشوف زوجتك تقول لها نعم أم لا، كلمت خالك نعم أم لا، أصل الفرح كذابة بنت، خلاص ربيت على الكذب. إذا سألت الزوجة زوجها سؤالا يحتمل يا نعم يا لا، فأجاب إجابة ثالثة أعلم أنه متهرب ليس ضرائبيا ولكن كذبيا ولسانيا. نسأل الله أن يرزقنا الصدق. والله الذي لا إله إلا هو، عندما أقرأ الآية الكريمة ليسأل الصادقين عن صدقهم ترتعد فرائص الإنسان. الصادق سوف يسأل يوم القيامة عن مدى صدقه، مش الكذاب، لا هيسأل الصادق يعني درجة الصدق عندك كام. فعمر يسأل الرجل يريد جبل أن يوضح، أنا أجيبك أسألك سؤال، هل لطمت وجه هذا؟ قال نعم. قال وقد أقررت، فلا بد من القول، لا بد من يعني القصاص، يلطمك أمام الناس كما لطمته أمام الناس. قال يا أمير المؤمنين، انظر إلى الكلام اللي هو يعني فساد ظن الجاهلية وحكم الجاهلية وحمية الجاهلية، سبحان الله. يا أمير المؤمنين أنا أمير وهذا من السوق، يعني ده أي كلام، يعني كما يعني والله الذي لا إله إلا هو، إن لم نحسن إلى الذين يعملون عندنا ويساعدوننا سواء في بيوتنا أو قيادة سياراتنا أو إعانتنا في بلادنا ولم نتق الله فيهم سوف ينزل علينا غضب الله عز وجل. اتقوا الله في الضعيف، هذا من هؤلاء من طرف أيا كان، متمردا كذابا خلاص هذا قدرك، هذا قدرك، طالما يعمل عندك فاتق الله فيه سواء مسلم أو غير مسلم. هذا كلام يجب أن يكون وضع، إن لم تكن الخطب توضح الحلال والحرام فلا فائدة فيها. احنا مش جايين نقضي وقت ونروح، لا. يا أمير المؤمنين أنا أمير وهذا سوقة. قال قد سوى بينكم الإسلام يا جبلة. لم يقل عمر أيها الأمير، لا، يعني أنت من الرعية الآن، تتبعي أنا وأنا الحاكم. قد سوى الإسلام بينكما. قال كنت أظن أن الإسلام يرفع من قدري أفضل مما كنت في الجاهلية، يعني كنت في الجاهلية آمر وأنهى، أضع قدما على قدم، أقتل هذا أعفو عن هذا، أما أن أدخل الإسلام تريد أن ألطم وأنا أمير أمام الناس،
قال يا جبلة لا يفرق بينكما إلا العافية. أنتوا في الإسلام سواء، لكن عافية إيه؟ أنت ربنا عافاك من الفقر، عافاك أن أعطاك يعني جاها سلطانا حاشية، جاي من الشام ومن شمال الشام وأنت مع 500 من الحراسة مطرزين بالذهب والفضة، يعني أنتوا رايحين رحلة سياحية، يعني الكلام ده عمر لا ينطلع عليه كل هذا الكلام. قال أنظرني إلى الغد يا أمير المؤمنين، أفكر في قضية يلطمني أمام الناس بالليل وفي جنح الليل وفي أيام منى، يفر جبلة والخمسمائة ويلحقه بالقسطنطينية ويحتمي بهرقل ولي نعمته كما يحتمي بعض التافهين في أزماننا بهؤلاء، سبحان الله، والذي يغطى بهم فهو عريان. المهم يعني وتنصر ارتد. دارت الأيام ويبدو أن جبله كان ذكيا، وقال لما بلغ بموت عمر واستشهاده، قال تنصرت الأملاك من خوف لطمة، الأملاك اللي هم جمع ملك يعني الملوك، يعني تنصرت الأملاك من خوف لطمة، وما بها ضير لو صبرت لها ضرر، فلا يا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى القول الذي قاله عمر، ولا ليتني أرعى البهام بقفرة، يعني النعاج والخراف والماعز سبحان الله، بقفرة أسيرا في ربيعة أو مضر، يعني وأنا مسلم أكون أسير أحسن من أظن أننا حر وأنا مع هؤلاء سبحان الله، وليتني بالشام عند أهلي بأدنى معيشة فلا سمع لي ولا بصر، حتى يعني سبحان الله أتمنى أن أكون لا أرى ولا أسمع كفيفا أصم أو لا أسمع، ولكن بين أهلي وعشيرتي، فالأهل والعشيرة إذا كانوا صالحين فهم سمعك وبصرك، اللهم أصلح ذات بيننا يا رب العالمين. ويقال أن جبلة عاد الحمد لله رب العالمين إلى الإسلام وحسن إسلامه في أيامه الأخيرة، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. في آخر، خالد بعد ما دك حصون الروم وخرج هرقل من دمشق يقول سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده، خرج، من الذي أخرجهم؟ خالد في عز هذه يتولى عمر إمارة المؤمنين فيصدر فرمان بعزل خالد. عارف خالد بقية حياته عاش كيف؟ كان قريبا لسيدنا عمر بن الخطاب يعني، لكن كيف عاش لما عزلوا من القيادة؟ جندي، صار جنديا إلى أن مات جندي. ليه؟ لماذا؟ لانه عايز يخدم الاسلام ومالوش دعوه، ده مش احن وضغائن، مش احن وضغائن، مش قائد اول ما يعزلوه يروح على صحف معارضه ولا على قناه معارضه وبتاع دي حكومه 70 فده. لا لا ده ليس هذا، لا لا دي مش اخلاقيات. اذا ما عزل مرتد عن الاسلام لا 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 ما ذهب مع هرقل، دي مش اخلاقيات مسلمين، دي بنعمل احنا اول منظمه شرعيه ثم يهاجم. احنا يعني لم نربي ابنائنا على دين، لو ربنا ابنائنا على الدين، وهذه كلمه اهمس بها في اذان كل الذين هم من صناع القرار، ربوا الابناء والشعوب والناس على الدين الكل يستريح، الحاكم يستريح والمحكوم يستريح، كلنا نستريح، كلنا ننتج. لكن سيدنا عمر يعني ايضا احقاقا الحق عزله بسبب، لا يعني ما نام وافاق وقال اعزل خالد، لا هو كان السبب الاساسي عند عمر ان الناس كانت تقول وده حصل، يعني كل اللي داخلين في الاسلام الجديد لا مش خالد في المعركه خلاص احنا ننتصر، يعني اذا سيدنا خالد فهم هذه القصه بلا شك، وان لم يفهم لا هنا مثلا يعني مسؤول ينام ويستيقظ ويفصل مجموعه لا عم. نتيجه هوى نتيجه راي لا هكذا. لا لا, لا يعني بدون ابداء اسباب. شوف انما القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة نعم، اثنان في النار وواحد يحاسب. الله يحاسب ليس في الجنة لا 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 يحاسب نعم. طبعا هو وظروفه نعم. قاض يقضي بجهل فهو في النار، هو يعني مش فاهم القضية لا 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 الحق مع فلان يا ابني افهم القضية الأول. وقاض يقضي بهوى مثل قرابة أو شيء وقاض يقضي بالعدل يحاسب، يوقف على الجسر يوم القيامة فينتفض به الجسر انتفاضة، يطير كل عضو من أعضائه في مكان لا يعيدها إليه إلا عدله،
يا لطيف. اه طبعا. اذا الحصيف يبتعد عن القضاء. ولذا قالوا اياك ان تقضي بين اثنين ولو في تمرة. الحصيف فالله يبتعد. فالله يعين ابنائنا واخواننا من القضاء لانهم المعقل الاخير للمظلومين. يقف على جسر ينتفض به انتفاضة تطير بها اعضاء جسد. حتى يقال عمر بن الخطاب. يا لطيف. كل يا يقف لطيف. لانه حاكم كل يقف مسؤول يطير عادل. الراعي. الراعي والقاضي. ترجع له اعضاء ولم يكن عادل. اعضاء تنافرت لا تعود اليه مرة اخرى. فنسأل الله السلام. طبعا. فالمسألة مش بهذا المنطق. كسرى وقد جاءوا يسألون عن امير العدل والحاكم العادل عمر. اين امير المؤمنين؟ فلما دلهم عبد الله على رجل نائم بين نخلات المدينة واضعا يده اليسرى تحت رأسه وسادة الأرض واضعا قدما على قدم واضعا يده اليمنى على عينيه من ضوء الشمس وحرارتها. فنظر رسل كسرى متعجبين وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها تحت ظل الدوح مجتملا ببردة كاد طول العهد يبليها وعهدهم بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوما قرير العين هانية. رضوان الله عليه. ليه؟ أمن مع الله، تواصل مع، سقى الروح بما يجب أن تسقى به. سبحان الله. سقى الروح يعني حتى قيل يا سعد؟ قال نعم. قال حببنا في الجنة. قال فيها رسول الله. شجعنا عليها. هذا ري لعطش الأرواح. عطش الأرواح لا يروى بماء. رسول الله سبحانه هو الشيء الذي يشرح الصدر. أنت عندما تذكر الأمور السياسية وتدخل في نقاش وجدال يضيق صدرك، وعندما تتكلم عن الصحابة والتابعين وكيف كانوا يعيشون وكيف ملأوا الدنيا خيرا وبركة، سبحان الله العظيم، يستريح صدرك وينشرح ونفسك تهدأ، وسبحان الله تجد نفسك في خير. ولذلك أقول للإخوة والأخوات، العالم العربي والإسلامي الآن مشغول بجدالات عنيفة. هذا الجدل يقسي القلب. الجدل في الدين نفسه، مش في الدنيا، الجدل في الدين يقسي القلب. ولذلك لما تجد رجلا كأبي بكر لما تولى الخلافة رضوان الله عليه سوى في الاعطيات بين الناس، يعني جعل مرتبات المسلمين في كل القطاعات واحدة، لم يميز من سبق للإسلام ومن لم يسبق. فعمر يناقشه، عايز يستوضح، يقول له يا خليفة رسول الله، أتعطي من قاتل مع رسول الله كمن قاتل رسول الله؟ عمر يرى أن الأسبقية بالدخول يجب أن يراعى دنيويا، يعني تعطي يعني بلال اللي كان يجرى على حر رمضاء وعمار اللي قتلت امه وقتل ابوه ياسر، تعطيهم زيد الاقرع بن حابس اللي اسلم يوم الفتح، ومعاويه بن ابي سفيان اللي اسلموا يوم فتح مكه، تساوي هذا مع ذاك؟ فين الاقدميه؟ انظر الى ابي بكر، يقول يا عمر نعطيهم عطاء دنيا لا على دخولهم الاسلام سبقا او غير سبق، احنا بنعطي عشان عطاء الدنيا، اما الاسبقية دي من يحاسبهم عليها؟ تولى عمر. كل شيخ وله طريقة زي ما بيقولوا في العامية، صح؟ فقسم المسلمين درجات، جعل آل البيت رقم واحد، اللي يقول لك مش عارف آل حاجات يعني لا تشغلوا انفسكم، يعني سبحان الله. والله انا ارى ان ابا بكر وعمر وهؤلاء الكبار الذين تقع مسبتهم صباح مساء من عند اقوام، سبحان الله العظيم، ارى ان درجاتهم في الجنة ترتفع منذ ان ظهر هؤلاء الى ان يرث الله الارض. من ايه الخير ده كله؟
ده احنا يعني ولا نيجي ذرة في نعل ابي بكر ولا عمر، نقول الامل الوحيد لنا في الاخر مش عملنا ولا علمنا ولا شرحنا للناس ولا ابدا، في غيبة الذين يغتابوننا من مريدين ومحبين ومن شانئين وكارهين. وهو ده اللي ايه ان شاء الله اللي يظل. في ناس متحفزة للعلماء، متحفزة للصالحين، في تحفز سبحان الله، مع ان المدرب لما يحط يضع يعني خطة لمباراة لحد بيغتاب ولا غيره، يعني بتعملوا يا اخوانا في الملعب كنا نخوض ونلعب، يا سيدي خوض ولعب براحتك سبحان الله العظيم. فالمهم دي مش القضية، هذه ليست القضية، لكن القضية ان هؤلاء الكبار لهم افكار. فعمر جعل آل البيت رقم واحد، يليهم البدريون اللي حضروا ايه بدر سبحان الله، يليهم من حضر احد، يليهم من حضر الخندق، ثم 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 بهذه الدرجات، واخد بالك؟ فكانت اعطيات بيت المال على سبق الاسلام والدخول في الاسلام. خلاص، هل تستطيع انا انت او انا لقلة عقلنا وضعف ايماننا وبعدنا عن دين الله بعدا كبيرا، عشان بس نكون واضحين، نفضل بين ابي بكر وبين عمر والله ده صح وده غلط وده مضبوط وده مش مضبوط، كم من الواجب ابو بكر يعمل وكم من، هل يحق لنا هذا؟ والله يبقى من سوء الادب، صح ولا لا؟ والله يعني انت تيجي على بيت جدك الله يرحمه، يعني جدي كان لازم يخلي الباب من الناحيه دي، طب ما كان يخلي الباب من الناحيه دي، ولا تقدر تقول كده على جدك اللي بنى البيت سبحان الله، فما بالك بمن بنوا الاسلام مع رسول الله. وبعض الدراويش يقول لك يا اخي اصل اولياء الله الصالحين دول لهم كرامات والصحابه لم يكن لهم كرامات، تقول والله انت باين عليك مش واخد بالك، اكبر كرامه للصحابه صحبتهم لرسول الله، انت عايز كرامه اكثر من هذا؟